فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا درسنا النهاردة إن شاء الله هيبقى عن المضارع المستمر، ولازم كلنا ناخد بالنا طلاب تالتة إعدادي طلاب تانية إعدادي إن درس المضارع المستمر موجود عندكم، موجود عندكم في الوحدة الأولى تالتة إعدادي. الوحدة الأولى عندكم بتتكلم عن الفيوتشر المستقبل، والمستقبل بأقسامه بنستخدم فيه المضارع المستمر. بنتكلم فيه عن المضارع المستمر والمضارع البسيط والمصدر وجوينج تو. هنبدأ أول حاجة بدرس المضارع المستمر في التأسيس، كلنا ناخد بالنا يلا مع بعض. احنا خدنا انتهينا المرة اللي فاتت لو فاكرين بضمائر الفاعل، لما انا كتبت ضمائر الفاعل وقلت لازم كلنا بنهاية الحصة ان احنا نكون عارفين ضمائر الفاعل اللي هو الهي والشي والات اي وي يو زي. هناخد النهاردة استخدام الكلام ده في حاجة بتحدث في الوقت اللي احنا فيه. زي ايه؟ انتم حاليا انتم بتعملوا ايه حاليا؟ انتم بتشاهدوا. طب لو انا عايز اقول انا اشاهد الان، يلا مع بعض. زمن، واحدة واحدة اهو، زمن المضارع المستمر. زمن المضارع المستمر the present continuous tense، تمام؟ The present continuous tense بيتكون من subject plus verb plus ing. ده التكوين اللي احنا عايزين نستخدمه النهارده. سبجكت يعني ايه سبجكت ده يا مستر؟ سبجكت ده يا جماعه بصوا، احنا عشان نبقى متفقين بس في البدايه، اي جمله عايزين نبنيها في الانجليزي سواء هكتب باراجراف سواء هعمل اي حاجه، اي جمله عايز اعملها في الانجليزي لازم تبدا بسبجكت. والسبجكت عندي نوعين، الصوره حاليا كده وحشه. السبجكت عندي نوعين، النوع الاولاني اظن كده الصورة وضحت. النوع الاول بيكون ان السبجكت ده يبقى ضمير، والنوع التاني من الفاعل انه يكون اسم شخص. يعني انا معايا السبجكت اللي احنا بنقول عليه الفاعل، يا ريت كل الناس تكتب ورايا وفي الاخر ان شاء الله يبقوا يصوروا الكشكول في التعليقات ويرفعوه ونشوف افضل كشكول كتب ورايا مين، كتب بطريقة منسقة. يبقى احنا بنقول ان اي جملة في الانجليزي عايزين نبدأها نورسين بتقول ممكن تعيد، انا لسه بادئ، انا لسه في اول جملة لسه بقول، عيد تاني اهو يا جماعة عشان الناس، وياريت يعني الناس كلها تبقى عارفة ان اللايف بيبقى الساعة 10، لو حد جه متأخر بيدخل عادي يشاهد معانا وفي الاخر بيرجع مثلا يشوف احنا هو دخل من الدقيقة كام ويبدأ ان هو يتابع اللي احنا ايه اللي فاته. بنقول ان احنا دلوقتي بنشرح المضارع المستمر، والمضارع المستمر او المضارع البسيط او المضارع التام او المستقبل او الماضي التام او الماضي البسيط، اي زمن في اللغة الانجليزية علشان ابني فيه جملة. حاجة اساسية معايا ان انا ابدأ بالفاعل، وبقول ان الفاعل عندنا في اللغة الانجليزية حاجتين، يا اما ضمير يا اما اسم. ضمير زي ايه؟ ضمير زي السبعة اللي احنا خدناهم المرة اللي فاتت، اللي هم مين؟ اللي هم الاي والهي والشي ات وي يو
زي، نركز كده مع بعض، ده الضمير. طب والاسم زي مين؟ الاسم زي علي، زي سارة، زي هبة، زي كات. اوكي، ده الاسم، ده الشيء نفسه، وده الضمير العائد عليه. كات مثلا الضمير العائد عليها ات، سارة الضمير العائد عليها شيء، علي الضمير العائد عليه هي. كده تمام. طب وهبة؟ ما هبة زي سارة، شيء برضه. يبقى ده الفاعل اللي معايا. ما ينفعش يا جماعة ان انا استخدم هي واستخدم علي الاتنين مع بعض، بستخدم واحد بس منهم. طيب ايه حتة الفيرب زائد الاي ان جي دي؟ الفيرب بلس اي ان جي، ايه اللي انت كاتبه ده؟ كلمة فيرب دي يا جماعة عندي بتنقسم لقسمين. فيرب يعني فعل، فيرب يعني ايه؟ فعل. بتنقسم لقسمين، القسم الاول بيكون مساعد، الفعل المساعد، والقسم الثاني بيكون الأساسي. يعني أنا عندي أنواع الفعل في الإنجليزي اتنين، فعل مساعد وفعل أساسي. طب الفعل المساعد اللي معاه في المضارع المستمر مين؟ ما هو ده اللي أنا عايزه. بس الفعل المساعد اللي معايا في المضارع المستمر هو am is are، غير كده مش عايز. طب الفعل الأساسي زي مين؟ الفعل الأساسي زي play، زي واتش. اتفقنا؟ طب ايه السر اللي احنا بنعمله في الزمن ده؟ السر اللي احنا بنعمله في الزمن ده ان احنا بنروح للفعل الاساسي نزود له اي ان جي، وبكده يبقى احنا كوننا الجمل. شايفين؟ ده يا جماعه الاسلوب بتاع تكوين الجمله في الزمن المضارع المستمر. يلا عشان هنروح نطبق، انا لسه بقى هاخد حاجه حاجه، كل ضمير مع الفعل المساعد بتاعه، ونكمل مع بعض إن شاء الله. تمام يا جماعة؟ يلا نكمل مع بعض. أحمد وبسملة بيقول مستر حضرتك تشرح للغات. هو أنا عندي كده كده القناة على اليوتيوب افهم انجليش، أنا ومستر زميل. المستر اللي معايا هو الاول على كلية التربية قسم اللغة الانجليزية، وانا معاه عاملين القناة بقالنا فترة، والحمد لله شرحنا عليها منهج الثانوية، متابعين عليه، متابعين معانا هناك. انما انا داخل حاليا للناس بتوع تالتة اعدادي، علشان انتوا عارفين ان حاليا الناس كلها قاعدة، مفيش كورسات شغالة، مفيش دروس شغالة، فاحنا داخلين نفيد الناس ونخرج، داخلين نعمل حاجة كويسة في الوقت الفراغ اللي احنا قاعدين فيه، ونخلي الناس تستفيد معانا. ده طبعا للي عايز يستفيد، يعني احنا مش بنجيب حد ايه يستفيد غصب عنه. نكمل يلا مع بعض يا جماعة. طبعا صفحتي الشخصية موجودة لأي سؤال، أي حد عنده أي سؤال الصفحة موجودة. يلا عشان نمشي على الطريق اللي احنا قلناها، هنرجع تاني نقول أي تكوين أي جملة معانا كل الناس تركز، سواء لغات سواء حكومي سواء خاص، أي حاجة يا جماعة ركزوا معايا. بصوا كده، احنا بنتكلم عن زمن المضارع المستمر، وبنقول ان انا عشان اعمل جملة في زمن المضارع المستمر لازم ابدأ اول حاجة بالفاعل. وعشان ابدأ بالفعل، الفعل عندي نوعين، نوع اسم ضمير ونوع اسم. الضمير هو الاي، هي، شي، ات، وي، يو، زي، ده ضمير. والاسم هو علي والضمير بتاعه هي، وسارة الضمير بتاعها شي. كده احنا بنستخدم ايه؟ بنستخدم واحد منهم بس في الجملة، بنقول فاعل واحد، ما بنقولش الاتنين. بعد كده في عندي حاجة اسمها فيرب، والفيرب ده حاجتين، بيكون مساعد او اساسي. المساعد اللي معايا اللي هو الاوكسيلاري فيرب هنا بيكون ام از ار. الاوكسيلاري فيرب ده يعني الفعل المساعد، واساسي اللي هو الفعل اللي بيحصل، بيشاهد، بياكل، نايم، يلعب، الحاجات دي كلها اللي هي بتنضاف للفعل المساعد. تعالوا كده نطبق مع بعض واحدة واحدة ونشوف الموضوع هيمشي ازاي. يلا قبل ما نعمل اي حاجة، عايز اقول ان انا لو هقول انا بستخدم اي وام. لو انا عايز اقول انا اكون، انا بكون بلعب، انا بكون باكل، اي ومين وام. طب هو، هي از، هو يكون، هي تكون، شي از. القطة تكون it is. كده احنا معانا
اي ام، وهي شي ات خدت مين؟ از. ومعانا بقى بعد كده الجمع وي يو زي، وده بياخد ار، وهنا بنقول نحن نكون، انت تكون، هم يكونوا. اتفقنا يا جماعة؟ بعد كده عايز استخدم، احنا هنا استخدمنا مين بقى؟ هنا استخدمنا السبجكت والاوكسيلاري فيرب اللي هو الفعل المساعد. ناقصنا مين؟ ناقصنا الفعل الاساسي. الفعل الاساسي ده يا جماعه هو اللي بيحصل حاليا، انا بتكلم، انتم بتسمعوا، انا بتكلم الان، يبقى اي ام سبيكينج ناو، اي ام سبيكينج ناو، اتحدث الان. طب بالنسبه ليكم، بالنسبه ليكم يو ار listening، انت تسمع، يو ار listening، يو ار listening كده، تمام. طيب يا مستر لو انا عايز اقول انت تشاهد او هم يشاهدون، تعالوا ناخد جملة جملة، يبقى هنا بنحط بعد كده الفعل الاساسي بلس اي ان جي. طب هل الزمن ده ليه علامات؟ ايوه الزمن ده ليه علامات. ايه هي علاماته؟ علاماته واحدة واحدة نعرفها علشان الناس اللي مش متأسسة عايزة تعرف كلمات. ادي الكلمة الاولى، دي الكلمة الأولى، الكلمة دي اسمها الآن، الآن ناو، الآن اعرفها بتاع القطة، القطة بتيجي تقول ناو ناو ناو. طب بتقول ناو ليه؟ عشان جعانه حالا نحط لها الأكل، بتبقى ناو. بعد كده listen، لما تكون انت بتحكي مع حد، مثلا واحدة ماسكة ودن صاحبتها وعمالة تقول لها اسمعي كده، ده في مش عارف ايه بيحصل بره، اللي بيحصل بره ده لسه متاح حاليا شغالة، لو هي سكتت هتسمع. مثلا دلوقتي انتوا عمالين تسمعوني، تمام، كتير ناس عماله تسمعني في اللايف حالا، فحد بيتكلم جنبه فهيروح جاي يقول له اسمع، هو هيسمع ايه؟ هيلاقيني بتكلم، ما هو بيتسكت ايه عشان يسمعني. يبقى استمع دي هيستمع حاجه حاضره، هيستمع حاجه شغاله، هيستمع حاجه مستمره. يبقى listen معناها استمع. بعد كده في مين؟ في لوك، بص كده ده المستر بيشرح، ما هو لو بص ما لقاش مستر بيشرح يبقى الحاجة ماضي، يبقى راح فين؟ ماضي. انما لما تقولي بص الناس بتلعب، بص المستر بيشرح، بص احنا بناخد درس، بص احنا مش عارف ايه، ده كله زمن مضارع مستمر، حاجة بتحصل الان. يبقى لوك يعني انظر، وعلامة من علامات المضارع المستمر. في عندي حاجة اسمها في الوقت اللي احنا فيه ده، at the moment، at the moment يعني في الوقت الحاضر، at the moment m o m e n t، عشان الناس اللي هتكتبها معايا at the moment m o m e n t، بقول at ما بقولش in، كانت بتيجي زمان في الاختيارات اللي تشوز، يقول لهم in the moment ولا at the moment، ناخد بالنا. واخر حاجه معانا اللي هي at the present، at the present. نروح بقى لايه؟ للتطبيق العملي، عشان احنا شطار نروح نطبق عملي. يلا نشوف مين اللي هيحل اول واحده معانا. بيجي في الامتحانات كده شي، انا هبدأ من الصفر، بادئ من الاول خالص، شي نقط ايتينج ناو، شي نقط ايتينج ناو، شي سبيس ايتينج ناو. يلا از ام ار. يلا يا جماعه نحل في التعليقات، يلا زي ما اتعودنا. يلا هستنى الايه؟ هستنى الاجابه بتاعت الجمله دي، وجمله كمان تحتها وي نقط او سبيس واتشنج، نشاهد ناو، الآن بنشاهد، الآن بتشاهدوا مين؟ بتشاهدوا مستر علي بيشرح. يبقى هنستخدم إز ولا آر ولا آم. يلا يا جماعة نحل الجملتين دول بسرعة، هقلب الصفحة عشان الصفحة تبقى كويسة. هنحل الجملة دي شي سبيس ايتينج ناو، ونشوف هنختار مين، وي سبيس واتشينج ناو، از ولا ار ولا ام. وده عشان نتقن ضمائر الفاعل، انا عارف ان الموضوع بسيط على ناس كتير، ولكن علشان نبقى احنا بادئين من تحت واحنا طالعين للمستوى الايه؟ المتقدم ان شاء الله. طبعا في ناس جاوبت معانا، نشوف التعليقات. ايه بتقول از، برافو يا ايه. جوجو ايه، جوجو از، ماشي. سلمى از،
آية آر آر طبعا قصدها اللي تحت. تمام، سلمى إز، نورسين ماشي، برافو عليكم ما شاء الله. يلا نكمل بقى الجمل بتاعتنا، هنترجم بقى عشان نتعلم الترجمة، عشان انا بأسسكم ان شاء الله تبقوا كويسين في كل حاجة، في القواعد اللي تشوز وفي الترجمة. يلا بقى ناخد مثال للمتفوقين اللي بيعرفوا يترجموا الشطار. هنقول هم يشربون. الآن هم يشربوا الآن، أو يشربوا الآن وخلاص. أنا عايز بس أنتوا فاهمين أنا عايز إيه، أنا عايز ترجمة الجملة دي. يلا هم يشربوا الآن بسرعة. يلا هستنى في الكومنت، في التعليقات، عايز الحل المناسب للجملة دي، هترجمها إزاي أو هعبر عنها بالإنجليش إزاي. يلا أبدأ بإيه في اللغة الإنجليزية لما أجي أكون جملة؟ انتظار التعليقات. They are drinking. برافو يا جوجو. جوجو بتقول بدأت بهم، ما احنا هنبدأ بالضمير، فالضمير هنا هم. هم يعني ايه؟ هم يعني زي، كتبنا زي. طب ازاي لما يكون معانا الآن بتاخد الفعل المساعد مين؟ كنا قايلين من شوية ورا هنا ان زي بتاخد ار، زي بتاخد ار، يبقى على طول هروح احط ار، يبقى زي ار. طب انا لما كتبت زي ار، الفعل الاساسي اللي معايا ايه اللي بيحصل؟ يشرب. يشرب يعني ايه؟ درينك، كتبت درينك. ولما كتبت درينك كده في حاجة ناقصة يا جماعة، لان انا حطيت زي وحطيت ار وحطيت الفعل الاساسي، بس خلي بالك معايا ان ناقص الاي ان جي. طب لا، ناقص الاي ان جي ليه يا مستر؟ لان احنا اتفقنا لما يكون معانا ام او از او ار نحط مين؟ نحط اي ان جي في النهاية. طب وكلمة الان؟ كلمة الان تنكتب في الاخر ناو زي ما اتعودنا، يبقى زي ار درينكينج ناو، درينكينج ناو. اللي بعد كده هناخد مثال تاني. الكلب تمام، يأكل. هقول انظر الكلب يأكل، أترجم دي إزاي؟ يلا كلنا نترجم مع بعض. يلا يا جماعة أنا عايز أترجم الجملة دي، انظر الكلب يأكل، أترجمها إزاي لو عايز أكتبها بالإنجليزي؟ هنشوف الضمير اللي هنا مين؟ فين الضمير يا جماعة؟ او فين الاسم اللي هبدأ بيه؟ ونبدأ بالاسم. يلا يلا هنشوف الكومنتس دلوقتي في التعليقات. طبعا انا بقول كومنتس، ما بقولش كومنتس، تمام. يا ريت الناس تكتسب الايه النطق واحنا بنقول كومنتس، كومنتس تعليقات. نترجم الجملة دي، انظر الكلب يأكل، زي ما انا عودتكم هنعمل ايه؟ هبدأ بالاسم، الاسم اللي هو مين؟ هنتظر التعليقات الأول عشان في أكيد ناس مجتهدة هتعملها. يا مسهل. Look the dog is eating. برافو عليك، بس نحط علامة تعجب بعد look بقى يا جوجو. تمام؟ نحط علامة تعجب يا جوجو بعد look. كده. هنقول look. كده تمام. وبعد كده هبدأ بمين؟ هبدأ بالاسم ذا دوج. لوج ذا دوج. ذا دوج ده مفرد ولا جمع؟ مفرد يا مستر، طالما مفرد يبقى از، يبقى ايه؟ يبقى از، لان مفرد. وممكن اشيل ذا دوج واحط بداله ات، احط الضمير، انما الاتنين مع بعض ما ينفعش، يا اما احط زادوج يا اما احط الضمير بتاعه.
وبعد كده بحط إز. طب أنا حطيت دلوقتي الفعل المساعد، ناقصنا مين؟ ناقصنا الفعل الأساسي. ما احنا بنحط مساعد مساعد ثم أساسي. فين الأساسي اللي هنا بقى؟ اللي هو يأكل. يأكل يعني إيه؟ يأكل يعني إيت. هكتبها تحت هنا إيت. طب أنا لما كتبت إيت ناقص إيه؟ ناقص الآي إن جي، فهحط الآي إن جي عشان معايا إز. يبقى ذا دوج إز لوك، ذا دوج إز إيتينج. وبكده يا جماعة يبقى إحنا بنطبق عادي على الجملة بتاعتنا. طب أنا بقى هروح لحاجة تانية، هقول الأطفال معايا القلم. خلاص القلم فينش كده. أنا لو كتبت بقلم تاني من السن الصغير، قلم البورد فين؟ نحاول كده نكتب بدا. الأطفال يلعبون الآن. كده يا جماعة هو القلم ده مظبوط ولا القلم اللي أنا كتبت بيه ده؟ علشان منزلش بس أجيب القلم التاني لسه من تحت قلم البورد. الأطفال يلعبون الآن. الصورة واضحة؟ يلا حد يترجم الجملة دي. يلا انا عايز الناس كلها تعرف تبني جملة، علشان الباراجراف، عشان اهم حاجة في الانجليزي انك تبني جملة وانك تعبر عن الحاجة اللي انت عايز تعملها. ده الاساس يا جماعة اللي احنا بنعمله ده. ده الاساس اللي هيفيدك في ترجمة في الثانوي، ده الاساس اللي هيفيدك في الباراجراف في تالتة اعدادي. خليك تقفل الباراجراف. نورسين مش شايفة. طب معاك نظارة تلبسيها ولا ما معاكيش؟ يلا يا جماعة الاطفال يلعبون الآن. هنحاول كده على قد ما نقدر يا نور إن شاء الله، والمرة الجاية هعمل حسابي إن يبقى معانا القلم بتاع البورد، عشان يبقى إيه، لأن القلم ده لسه خلصان حالا. حاولوا يا جماعة نترجم الجملة. children are playing now. أنا عايز بس أقول له جوجو أنت حاطة ليه ناو كابيتالايز؟ ليه حطها كابيتال؟ وليه حاطة قبل بعد بلينج فول ستوب؟ مش المفروض دي جملة واحدة؟ جملة واحدة ما نحطش فول ستوب يا جوجو. جوجو متولي. تمام؟ ذا تشيلدرن، لا تشيلدرن وخلاص. تشيلدرن مش ذا تشيلدرن، تشيلدرن الأطفال. تشيلدرن از بلاينج ناو. از بلاينج طبعا از بلاينج غلط، في حد كاتب از بلاينج. از بلاينج غلط لأن تشيلدرن جامعة. تشيلدرن جامعة، ذا كيدز جامعة. تمام؟ لو انا هقول كيدز جامع، لو انا هقول تشيلدرن جامع ما ينفعش از يا جماعه. فهقول تشيلدرن ار، وهنا انا حطيت الفعل الايه؟ حطيت الفعل المساعد. فين الاساسي بقى؟ الاساسي عندي يلعب، فهحط يلعب بلاي، واحط الاي ان جي. طب انت حطيت الاي ان جي ليه؟ حطيت الاي ان جي علشان ار. طب وبعد كده في الاخر هنحط كلمه ناو. children are playing now، الاطفال يلعبون الان. كده تمام. ناخد بالنا يا جماعه جمله تانية. يلا لما اجي اقول نحن نستمع الآن، كلنا دلوقتي بنستمع الآن. بنستمع لمين؟ بنستمع للمستر. يبقى في الحالة دي عايزين نقول نحن نستمع الآن. هنبدأ بنحن اللي هي مين؟ اللي هي وي. طيب الوي تاخد مين فعل مساعد؟ تاخد آر. طب ويسمع يعني ايه اللي هو الفعل الأساسي؟ listen، واحط بعد listening الاي ان جي. يبقى في الحاله ديت listening ار listening، نحن نستمع. تمام؟ نستمع مثلا الى المستر، تو الى المدرس او تو تيتشر. نحن نستمع تو ذا تيتشر. نحن نستمع تو ذا تيتشر ناو ان او دبليو في الاخر.
وبكده يا جماعة يبقى احنا اكيد عرفنا امتى نستخدم زمن المضارع المستمر للترجمة. نروح ناخد اختيارات بسرعة ونشوف الناس هتحلها ازاي. choose عشان الجرامر لو جالنا نعرف نحل. choose يلا اكتب عندك number one. هي يلا نحل المثال ده، يلا نحل المثال ده حالا نشوف مين هيعرف يحله. The car now are cleaning. cleaning is cleaning. يلا نشوف مين اللي هيعرف يحل. نحل السؤال ده يا جماعة. طبعا جوجو بتقول اس كليننج. اس كليننج مظبوط يا جوجو. تعالوا واحدة واحدة بقى نشوف هو ليه اختارت اس كليننج. هو انا ينفع استخدم ار مع الهي؟ طبعا الهي ما بتاخدش ار فمش هتنفع الإجابة دي. نروح لكليننج. واحنا ينفع نستخدم اي ان جي من غير ام او از او ار؟ ما ينفعش، لان هنا ما فيش ولا ام ولا از ولا ار، فمش هينفع احط الاي ان جي بدونها، يبقى همزح برضو دي مش هتنفع. والاجابه الصحيحه هي از كليننج. تمام، ناخد كمان مثال اخير هنكتبه هنا، نبص كده مع بعض. نشوف المثال ده كده مع بعض هنحله ازاي. مثال بسيط ده، يلا نشوف هنحله ازاي. حد يبعت الإجابة يلا يا جماعة. السؤال ده أيام طبعا، لأن الآي بتاخد آم، يبقى هنا بختار الفاعل على حسب الفعل المساعد. بختار هنا الفاعل، انا طبعا لازم ابدا بفاعل في اللغه الانجليزيه، بختار الفاعل حسب الفعل المساعد اللي معاه. واتاكدت كمان ان الام موجوده والاي ان جي موجوده، لان الام والاز والار بتاخد معاها الاي ان جي، ومعانا ناو اللي هي علامه الاستمرار، يبقى كده انا بلعب الان كده. تمام يا جماعه، برافو عليكم. طيب ده كان زمن المضارع المستمر. تعالوا بقى نقول النفي بتاعه علشان نخلص الايه الحلقة بتاعت النهاردة. النفي في المضارع المستمر بستخدم الفاعل برضو عادي جدا في البداية، بستخدم الفاعل
وبعد الفاعل بحط المساعد ام او از او ار، واحد من التلاتة، بس احط بعده مين؟ احط بعده نوت. يعني انا بستخدم فاعل واستخدم الفعل المساعد بعده اللي يناسبه، وبعد كده احط بعده مين؟ نوت. وبعد نوت استخدم الفيرب بلس اي ان جي. كده انا ماشي بالاي ان جي مع مين برضه؟ مع الام والاز والار. كل الموضوع ان انت لما تشوف كلمة لا بتحط نوت، تحط مين؟ بتحط نوت. طب تعالى كده نشوف الجملة دي. لما اجي اقول لا يأكلون الآن، هم، يلا نترجم الجملة دي، هم لا يأكلون الآن، نترجمها ازاي؟ هنبدأ بمين؟ يلا هنتظر التعليقات بتاعتكم. السؤال مش واضح، السؤال اهو، انا عايز اترجم الجملة دي في زمن المضارع المستمر. ما هو احنا عشان نتأسس لازم نتأسس كترجمة وكجرامر وكقراءة وكل حاجة، فلازم ناخد بالنا من الأساسيات دي. يلا، هم لا يأكلون الآن، نجيبها ازاي بالإنجليزي؟ they are not eating now. برافو عليك يا جو. they، طبعا هي بدأت بزي علشان الفاعل بنبدأ بيه في الإنجليزي، الفاعل بنبدأ بيه فين؟ في الإنجليش. زي، والزي بتاخد مين من الأفعال المساعدة؟ بتاخد آر، والآر بيجي بعدها الفعل الأساسي اللي هو مين؟ اللي هو يأكل، يبقى إيت. ولما أشوف آر أحط فيرب زائد أي إن جي يبقى أحط إيتينج، يبقى زي آر إيتينج. بس في حاجة يا مستر، أنت معاك كلمة لا هتعمل فيها إيه؟ هتحطها بعد الآر تبقى زي آر نوت. زي ار ايه؟ زي ار نوت. طب انت حطيت نوت ليه؟ انا عايز اعرفكم ان احنا بنحط نوت لو معانا كلمة مين؟ لا، وموضوعها فين في الجملة؟ بعد الفعل المساعد. يبقى زي ار نوت ايتينج ناو. طب لو انا قلت هم يأكلون وشلت لا، لو انا شلت لا هشيل نوت وتبقى الجملة زي ار ايتينج. كده تمام يا جماعة؟ اخر مثال معانا في النفي، يلا. الكلب لا يلعب الآن، نترجم الكلب لا يلعب الآن ازاي بسرعة؟ يلا، هو ما شاء الله في 5 6 كده متابعين والباقي خلاص، يعني هما اللي شغالين معايا جوجو وسلمى ياسر بسملة نورسين رحمة ولاء ذكريات وآيات، دول اللي شغالين معاي، وسلمى كمال. ياريت كل الناس تتفاعل، هم انا شايف ان دول متابعين حتى من المرة اللي فاتت. The dog isn't playing now. برافو عليك يا جوجو. طبعا هنبدأ بالفاعل اهو، الكلب، يبقى الكلب زي زا، كلب يعني دوج، يبقى زا دوج. لا، الكلب هنا مفرد صح، ياخد از، ومعايا كلمة لا تبقى نوت، ومعايا يلعب تبقى بلاينج. طب انت ليه حطيت الاي ان جي؟ عشان الاز ده جاية منفية، ما مش هتفرق معايا جاية منفية او مش جاية منفية. والان يعني ناو، بتتحط في نهاية الكلام، وحط الفلسطوب بتاعي، اوعى تنسى تحط الفلسطوب دايما، وتبدأ كلامك بإيه؟ بحرف كبير كابيتال. دول أهم حاجتين في بناء الجملة، إنك تبدأ الجملة بحرف كابيتال كابيتالايز، وإنك تحط فلسطوب في النهاية، ولو سؤال كويستشن مارك. أنا هختم كده يا جماعة، إحنا بقينا في المضارع المستمر السؤال، هختم عشان القلم لو الناس مش شايفة منه، إن شاء الله المرة الجاية هجيب القلم بتاع البورد وإيه ونشرح مع بعض إن شاء الله، نكمل المضارع المستمر ونتكلم عن مواضع شاذة في
في اضافة الاي ان جي اللي احنا بيبقى احيانا بنزود الحرف الاخير، وامتى نحذف الحرف الاخير عشان نضيف الاي ان جي. كل ده يبقى معانا الحصة الجاية ان شاء الله. بس اعرفوا ان لازم تتقنوا زمن المضارع المستمر، علشان ده اول شكل من اشكال المستقبل اللي في ثالثة اعدادي. وتانية اعدادي عندهم حاجة اسمها المضارع التام، ياخدوا بالهم برضو المضارع التام المستمر والمضارع المستمر. وبكده انا هكتفي بكده النهاردة، علشان القلم طبعا خلص واحنا بنشرح. ان شاء الله معادنا المرة الجاية يوم الخميس الساعة 10. وبكده يبقى احنا خلصنا المضارع المستمر ما عدا السؤال عليه. واشوفكم في حلقة جديدة، وكان معكم مستر علي الصياد. اللي عنده اي سؤال يا جماعة، لو انا مش موجود في الجروب، الصفحة الشخصية موجودة، وقناتنا التعليمية افهم انجليش موجودة. اللي عايز اللينك يكلمنا عليه، ابعت لي رسالة ياخد اللينك. اللي عايز اي حاجة في الجروب انا موجود معاكم سبت واثنين وخميس، سبت واثنين وخميس ان شاء الله الساعة 10. والى لقاء اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.